أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج أخبار السلام. ونبدأ حلقة اليوم بمقولة من أقوال ليخ فاونسا رئيس بولندا الأسبق، وهي: أمنيتي العزيزة ألا ينفصل السلام عن الحرية التي هي حق لكل أمة. ليخ فاونسا سياسي بولندي شغل منصب رئيس بولندا بين عامي 1990 و1995، وحاز جائزة نوبل للسلام سنة 1983، ساهم في تحول بولندا إلى النظام الديمقراطي الرأسمالي. أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم مع ما يستجد من مساع للسلام حول العالم. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى هايتي تدعو قادة هايتي إلى الالتزام بمزيد من المحادثات والحوار البناء. استقالة إدوين بوتس يعمق الأزمة السياسية في أيرلندا الشمالية. روسيا تنسحب من اتفاقية السماء المفتوحة. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. قالت هيلين لالايم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى هايتي إنه يجب على قادة هايتي الالتزام بمزيد من المحادثات والحوار البناء وحسن النية بهدف إنهاء المأزق السياسي الصعب الذي تتعرض له البلاد حاليا والذي طال أمده كثيرا، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة وتصاعد عنف العديد من العصابات المسلحة. كما أعربت هيلين بصفتها ممثلة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي عن قلقها العميق إزاء الاستقطاب المتزايد في السياسة الهايتية وميل بعض الجهات الفاعلة في البلاد إلى اللجوء إلى أنواع مختلفة من العنف بشكل متزايد، مشيرة إلى أنه في ظل استعداد البلاد وتحضيرها للانتخابات خلال هذا العام إلى أن الأوضاع السياسية والمجتمعية والصحية قد ساءت بشكل كبير في البلاد في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تأجيل الاستفتاء الدستوري المقترح والذي كان من المقرر إجراؤه نهاية شهر يونيو. وأوضحت الممثلة الأممية أن هايتي شهدت في الفترة الأخيرة عدة حوادث أمنية وأعمال عنف مقلقة، إضافة إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ارتكبتها بعض العصابات والميليشيات المسلحة ضد المدنيين، وهو ما أدى إلى نزوح مئات العائلات في عدة أحياء فقيرة وزيادة الشعور بانعدام الأمن في المجتمع الهايتي، مضيفة أن الخطاب السياسي لعدد من القادة السياسيين في البلاد ازداد حدة خلال السنوات الأربع الماضية. وإلى أيرلندا الشمالية، حيث تعمقت الأزمة السياسية في أيرلندا الشمالية جراء استقالة إدوين بوتس رئيس الحزب ذي الجذور البروتستانتية وزعيم الوحدويين والمؤيد لنهج وحدوي حازم والمحافظ المتشدد، وهو ما قد يعصف بالحكومة الائتلافية في خضم عودة الاحتقان الأهلي الناجم عن تداعيات مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. وأثار إدراج نظام جمركي خاص بالمقاطعة البريطانية منذ الأول من يناير الغضب بين مؤيدي الوحدة مع بريطانيا، وفجر انقسامات داخل الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يفترض به تشارك الحكم مع الجمهوريين في حزب شين فين. وبعد أقل من 3 أسابيع على اختياره للمنصب، تقدم إدوين بوتس باستقالته مساء الخميس على خلفية تمرد داخل حزبه على غرار ذاك الذي استهدف سلفه أرلين فروستر، واتهامها بالموافقة على إقرار ضوابط جمركية على البضائع الآتية من المملكة المتحدة، ما يعني إقرار حدود داخل المملكة. وأسفرت صدمات في بداية إبريل اندلعت أولا في مناطق وحدويين قبل سريانها عن عشرات الإصابات بين صفوف القوى الأمنية واشتعال النيران في جدران السلام. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني
في تصريحات إعلامية إن آخر ما تحتاج إليه أيرلندا الشمالية حالياً هو رؤية حزبها الرئيسي منقسم بعمق ويحدق به الغموض، وأضاف أن ما تحتاج إليه هو الاستقرار والقيادة السياسية لانتخابات في سياق يشوبه الاستقطاب والتوتر. وشهدت أيرلندا الشمالية 3 عقود من الاضطرابات بين الجمهوريين وغالبيتهم من الكاثوليك والوحدويين، حيث يطغى البروتستانت، تدخل فيها الجيش البريطاني وأسفرت عن نحو 3500 قتيل، إلى أن جرى توقيع اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998. وإلى روسيا، حيث أعرب حلف الشمال الأطلسي الناتو عن بالغ أسفه بالخطوة التي اتخذتها روسيا بإبلاغ الحلف بقرارها الانسحاب من اتفاقية السماء المفتوحة التي تعد أداة مهمة وقانونية تسهم في الشفافية والأمن والاستقرار، فضلا عن الثقة المتبادلة في المنطقة الأوروبية الأطلسية. وقال المجلس في بيان إن روسيا رفضت ولسنوات عديدة الامتثال التام بالتزاماتها بموجب اتفاقية السماء المفتوحة، وقامت بفرض قيود على الطيران فوق منطقة كالينغراد على الحدود مع جورجيا مما يتعارض مع هذه الاتفاقية. وأشار البيان أن المجلس دعا روسيا عدة مرات إلى الامتثال الكامل للاتفاقية واتخذ العديد من الخطوات، بما في ذلك خلال المؤتمر الرابع لبحث اتفاقية السماء المفتوحة لحل القضايا العالقة بشكل بناء فيما يتعلق بالامتثال لهذه الاتفاقية. كما أشار البيان إلى رفض روسيا الدخول في حوار بناء أو اتخاذ أي خطوة للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية، مؤكدا أن هذا الرفض لعب دورا مهما في قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاقية العام الماضي وفق ما ورد في حيثيات القرار. وأكد الناتو على التزامه فيما يتعلق بالحد من الأسلحة التقليدية التي تعد عنصرا أساسيا في الأمن الأوروبي الأطلسي، مجدداً تأكيده العزم على العمل للحد من المخاطر العسكرية ومنع سوء التفاهم والصراعات وبناء الثقة والإسهام في السلام والأمن. كما أكد الناتو سعيه من أجل علاقة بناءة مع روسيا، وحث موسكو على إعادة النظر في قرارها والعودة إلى الامتثال الكامل لاتفاقية السماء المفتوحة، وذلك قبل تعليق عضويتها رسمياً بعد 6 أشهر من قرار الانسحاب. وتسمح اتفاقية السماء المفتوحة التي أبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة تابعة للدول الأعضاء في أجواء بعضها البعض بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دوراً مباشراً في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها. أعزائنا المشاهدين، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل بسلام جديد يحل على عالمنا الذي يستحق الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود الباطين الثقافية.